بأيادي طالبات صغيرات مبدعات في مجال التصميم والخياطة ومختلف الأعمال اليدوية. وبمناسبة أعياد نيسان، أقام المعهد التقني الاقتصادي المنزلي في مدينة درعا معرضا فنيا يحتوي على الألبسة من مختلف الأقمشة والمجسمات الخشبية المزخرفة. هذا جهود البنات كلياتهم عشان نعرف العالم انه يعني قد ايه هن بيتعبوا وقد ايه هن بيشتغلوا وبيتمن طول السنه يشتغلوا فيه، مقابل هذا عشان العالم تعرف انه بس هن بيقدروا يفتحوا مشاريعهم الخاصه، بيقدروا يفتحوا هي المشاريع لحالهم بس يخلصوا، انه البنت بتكون مؤهله تماما تفتح مشروعها، وغير هيك بدها تكون ست بيت ممتازه لانه بتقدر تخيط لاولادها، بتقدر تعمل اي قطعه فنيه لبيتها، ممكن تبيعها، ممكن بالزواج بعد الزواج تقدر هي تبيع اي شغل لها. يعني اختار كل طالب العمل اللي بدها اياه، من تطريز، من تريكو، من خياطه، بحبوا يعني اي عمل لهم يلبسوه كفستان سهرة، فستان عرس، يستفيدوا يعني من هال مثلا مشروع تخرجهم. يهدف المعرض إلى تدريب الطالبات على تنمية مواهبهن في الحياكة والخياطة ودعمهن بمختلف السبل ليكن قادرات على إنتاج مشروعهن الخاص مستقبلا. بتحكي عن مشروعي التخرج، فستان سهرة عملناه كان كتير حلو، بشكر الأنسات كتير إنه ساعدوني عليه. أنا اشتغلت كاب وكان بمساعدة بعض الأنسات وبجهود الأنسة ميادة مديرة المعهد، وما استغرق معي وقت كتير، و يعني هو مجرد رغبة وإبداع، وهي قطعة فنية بتعبر عن شغلنا وعن إبداعنا بهاي السنة. مثل هذه المعارض الهادفة تعني أنه يمكن الحفاظ على مهنة الخياطة والزخرفة اليدوية وتطويرها واعتماد النساء على أنفسهن في صنع مصدر رزق لهن مهما اشتدت الظروف. للإخبارية السورية مرح المقداد.